السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة أظهر في الفيديو، بس النهاردة معانا استعانة من صديقي الأخ صابر، فعشان أبين لكم القطع الخاصة اللي بتستخدم شبكة المياه البوليسيلين. إحنا بعد ما نحط فرشة الرمل 30 سنتي بنحط شريط التحذير يورينج تيب، بعد كده عندنا القطع الخاصة بتتمثل في دي تي 100 قطر 100 على 100، بتستخدم في الخطوط، بتستخدم للطفايات. تمام، اذا الطفايات طالعه من قطر 100 على 100. في منها النوع الثاني هوريه لكم دلوقتي، اللي هو التي 150 على 100. لو الخط قطره 150 بتمشي تي 150، طالع منها 100 برضه لخطوط الطفايات. عندنا كمان المحابس ال 150، طبعا محبس الخطوط، طبعا المسدس برضه بنستخدمها، ده محبس. طبعا جميع المواد دي قبل ما نحطها لازم بتكون واخده اعتماد من شركه المياه، بيجي خطاب ما تقدم فيه جميع المواد اللي بتستخدم في الشبكه بيكون معتمد في شركه المياه. ده اسم المصنع اللي بنورد منه. ده الصمام قطر 150. تمام، عندنا برضه صمام قطر 100، انا بوريه لكم ان شاء الله برضه، بس بعد ما نحط قطر 100 ده قطر 150. طبعا الصمامات بتختلف عن الصمامات الدكتايل اللي كنا بنركبها قبل كده. صمام الدكتايل بيختلف عن ده خالص، ده صمامات شبكات البوليسيلين. ممكن توقف يا مهندس. طبعا بنكمل دي زي ما قلت لحضراتكم التي 100 على 100 بالجاكات بتاع اللحام، دي التي 150 على 150 برضو الكلبسات والجاكات بتاع اللحام. ده الكوع 100، دي الجلبة 150. طبعا انا لما باجي الحم بيكون عندي هنا الكوب للماسورة من الاتجاه ده للفاصل ده، والكوب للفاصل التاني. قبل ما اركب الماسوره لازم تتصنفر. تمام، وبعد اركب الجاكات بتاعتي هنا. جاكات اللحام لما بتشتغل بنظبط الماكينه على 120 ثانيه. لما الماكينه بنعرف منين ان اللحام مظبوط، عندي الزنب دي بتطلع بتبرز لبره، ده بيديني تاكيد ان اللحام بقى مظبوط وان اللحام كويس. لو الزنب دي ما طلعتش او طلعت حاجات بسيطه، يبقى تعرف ان فيه خلل في اللحام، نقدر نسيطر عليه من قبل ما ننزله في الحفريه او ان كان اللحام بره او تحت. بالنسبه للنقاصات اللي بنقول عليه الريديوسر، ده نقاص 150 على 100، لان الخط لو ماشي 150 وعايز اقلبه ب 100 اقدر ان انا اركب الريديوسر ده. طبعا برضو كله فيه زنب اللحام، والزنبه دي اللي بتطلع بعد اللحام. عندنا الكلبسات برضو نفس الوضع، تركب ال 100 على 150 والزنب بتاعتها موجوده في اللحام وكل شيء. كل خط بيجي ليه كلبساته. الطفايات لسه ما اتوردتش، ان شاء الله بنوريها لكم وبنعرفها لكم اول ما الطفايات تكون. الكوع في كعان 100 وفي كعان 150. الكعان اصلا ما ينفعش تيجي 100 والجهه الثانيه 150، هو يا كوع 100 يا كوع 150. طبعا الكعان دي بيجي منها ال 11 وال 22 وال 45 وال 90. احنا بنفضل في التركيب ال 45 وال 22 وال 11. ال 90 ده ممكن نركبه بس في الاماكن الحرجه اللي ما نقدرش فيها نغير مسار الخط، او نقدر ان احنا نعدل الحفريه او نعمل ميول في الحفريه ولا شيء. الحاجه الثانيه بالنسبه للكوع قطر 150، هو بقى في 30 مش قادر اطلعه. طبعا زي ما حضرتك شفت الصمام في 150، الجلده 100 متكلمناش عليها. طبعا في فرق بين الجلده 150 والجلده 100، ده قطر 150 ده قطر 100. درجة اللحام في المية وخمسين بتختلف عن درجة اللحام في المية. تمام، المية بتبقى
ممكن اظبطها على 90 ثانيه، ممكن اظبطها على 120 ثانيه، لكن دي بتختلف، ممكن توصل لاربع دقائق وثلاث دقائق وست دقائق وخمس دقائق حسب قوه المكنه. ست دقائق ودي دقيقتين بس، ما هو لو دي عليها هنا حسب قوه المكنه 360 ثانيه، ممكن مع الخمس دقائق تظبط، ممكن لو قوه المكنه اشد من 40 واط تمام. تمام احنا بنظبط الجلبه 360 ثانيه على 6 دقائق، بنحسبها 6 دقائق. ايوه بس انت لو سبتها 6 دقائق والايد زينه بقى طلعت جامد. لا لا بتظبط بالظبط، المهم الجلب ماشي بالظبط، بقت 5 دقائق برضه، دقيقتين برضه 120 ثانيه، 120 ثانيه وممكن 90 ثانيه برضه بتجيب. تمام، لان احنا كل ما زادت درجه اللحام والماكينه بتزيد ممكن الجلبه دي تخرب في اللحام، فاحنا بنشتغلها في المتوسط. اهم حاجه في اللحام كله ان اللحام يكون مظبوط ويبين معانا بعد كده في اختبار الضغط، ما يبقاش فيه تهريب في الميه ولا يحصل فيه خلل. اهم حاجه في اللحام الصنفره في الماسوره من الجهتين، وان انا انضفها بتنر واركبها. تمام، ده كل اللي نقدر نقوله النهارده بالقطعه الخاصه بتاعه المواسير البوليسيلين اللي بتتنفذ في شبكات الميه. ان شاء الله الفيديو الجاي نشرح لكم ونوضح لكم طريقه التركيب القطع الخاصه مع الخطوط الرئيسيه على الطبيعه في الموقع، بس دي توريدات. اهم حاجه في التوريدات زي ما ذكرنا ان التوريد يكون تبع الخطاب المعتمد من شركه الميه، لان شركه الميه بتعتمد لك المصنع لتوريد الانابيب، بتعتمد لك المصنع لتوريد القطع الخاصه، بتعتمد لك المصنع لتوريد الطفايات. كل شيء ما يركبش في الموقع الا اذا كان بالتوريد. واهم حاجه في الشغل ان ما يكونش في شوائب، ما يكونش في رمل، ما يكونش في اي حاجه عشان ما تعملش عازل وتخرب ميه. تمام، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.